عتل بعد ذلك زنيم. يا المرض يا تركبون يا تفسير لمعيني يا قوله قول الله تعالى إلهي قول شيء فيعود ظهره طبقا واحدا لتركبن طبقا عن طبق لتركبن كرتان و كرتان طبقا حال بعد طبق حال كالبعد شيء كرتان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ابن عباس ميكو قولي لتركبن كرتان و كرتان طبقا حال عن طبق بعد طبق اي حالا حال كرتان بعد حال حال بعد شيء قال ابن عباس عبد الله بن عباس ميكو قولي هذا كان نبيكم وعليه الصلاة والسلام نبي كنو معنى حالة بعد شهالي كراسا ملي نجيده نبي كنو نجيده صلى الله عليه وسلم ساسا كفسري آهي يعني هذا كان نبيكم نبي كنو عليه الصلاة والسلام معنى حالة بحالة كلاسي كراي مركز تبا معنى دعوة مركز في دي آي حالة بحالة كلاسي كراي وا عن عبد الله بن الزمع رضي الله تعالى عن عبد الله بن الزمع ميل كوريا نو ان عبد الله سمع ديغي النبي ديغي صلى الله عليه وسلم يخطبها نبو خطبه اخر يوم وذكر النبي نبو ما يشيغي الناقه ناقه صالح نبي الله صالح هل سي شيغي والذي يشيغي عقره هو الذي بوغن كوي ها الناقه اللي يدي بوغن كوي شيغي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول شيميكو قال إذ انبعث إذ وقتوس انبعث دق دقي أشقاها أشقا ثموت نبي الذي ثير رير ثموت لراي نبي الله صلى الله عليه وسلم كيديو نصيب درن دق دقي انبعث ميل دق دقي لها لناقة اللي هذا رجل قال دق دقي رجل كاسو عزيز قوي هوغل عارم مفسد مفسد منيع ذو منعة ريبو تريبتون صاحب في أهل إرشد تسوى آهي كاسد دك دقي أو بغن قوي هل يدهو يونر عليك هاين إن بعث مي دك دقي لها لناغة تسالة بغن قوي وشي مين دك دقي رجل عن دك دقي رجل كاسو عزيز أي شديد أذى قوي نغلي عارم أي مفسد جبار أيهو مفسد أيهو خبيث أيهو كاسو مني ذو منعة ريبتون صاحب في رادي تل شيء اي في قومي تل شيء نتيس ريبتون صاحب قبل الله لانا يكون ردي كاسا دك دكيو مثل ابي زمعة ابي زمعة لانك لا رأي اوكلا لانك اسا نكا اي كاسا دك دكيو كاسا لبقون قوي قوم كي نون هلاك سبب نكذا يون اللي هلاك وذكر النبي نبو ميكالي شاكي الساعة النساء بلانا شاكي فقال النبي نبو ميكو قولي يعمد أحدكم أي يعمد أحدكم هاتين جسدي يجلد الأحد هاتك جلدي امرأة الأحد هاتك بلا ميت ستمي جلدي جلد العبد كجلد العبد يدون تموشي أوكل أنتم فلعل ولا على الرجل أحد أحدك مذيني هو دين تما يلاجع إن الجيف مذيني المرأة بلا ميت من آخر يومه ما لنتس آخر شيء إن الجيف ظن مذيني وها وهدو تين هدن سسا بدأي هدن تمي أي ويلني ساسيتون ني الرسول صلى الله عليه وسلم ثم وعد النبي نبو وعدي أيهما الناس دتك وعدي في الله حكيم قصر شوك وعدي من المرطة يعني صد دبري دين اللي قصر آيان لنغا ولا كفوك دي ولا أصل قصر آيان نغدنوا وقال النبي نبو ميكو قولي لما من يلحق أحدكم كوكين من قصر من ماكين من قصر يفعل الأحد ولا لليابة ولا ذن كسان ولا ذي بسمي اسمي لنغو كلن قصر لما من يلحق أحدكم أحدكم قصر من ماكين يفعل الأحد أحدك فلو ميل قصر وفي رواية مثل أبي زمعة أبي زمعة أوكلا عم من زبير بن عوام زبير بن عوام إذير شينا هو قوله قول الله تعالى يعني زبير بن عوام إذير شينا لنكو هاي
يا نكيو مانا عزير بن عزير بن سالف يلا راي لانكو بعون غوي يا بعون غوي لانك أسان نكاي جاهلية ده مديان نكايو قوله قول الله تعالى إلهي قول شيك الله مي الله إلا ينتهي هو أبو جهل دين ريب تونغنة عن ابن عباس رضي الله عنه إلا ينتهي عن الكفر قال نما دي سنغ ريب تونغ لنا سوان قبنا بن ناسيو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ابن عباس مري قال أبو جهل أبو جهل ما يقول إلا والله يكدار دي إن رأيت محمد محمد ديارغو يصلي محمد كاز يصلي تكذا ديارغو عند الكعبة كعبدان اغديك توكدو انا رغو بلا با ان ان كسرمي على عنقي عنقي محمد محمد غورتيس كسرمي يا ابو جهل فبلغ ذلك القول قول كاسكاس النبي نبغ ديري فقال النبي نومي كغولي لو فعل هو ابو جهل فلفدي هو الفعل فعل كسمي يا غورتان كسرمي تسمي فدي لا خذت مي قبض الله هاي تيو ابو جهل الملائكه ملائكه الله يا شل قبض فدي وسنه ولا شي شل سيب فدي ولا لا فدي هو لكن سبحان فلنه ارغين رسولك سجودون ارغين درير سدي وانا تو سميري لكن تلك قبض يوسف فورو لي ريدان نغدي مانا اي ماك داري لي ما سدي ابو ولا بالله تيم ان غوباي غورتن كسر مو ايتي مركي لارينا والمكور غبتان اير غربو او اي دن هوك بدن يا افكا ان فيداي يا ما فداي ساسا كوب سدي ياري مانا دتك كان والمر غاين اسلي ارغين مانا مجيزي الكولومي ريدان رورا سلي لي لارغي ماك داري اوداي غانو أنجباد أي بتوب لرين ساسا شيء، فيتنا رسولك لي ملاك قبض فديوس، دينك عندك فدي بوا. أنا نسين رضي الله تعالى عنه قال أنا اسمك قولي لما أورج بالنبي صلى الله عليه وسلم نبغ مركلي ديل مية إلى السماء سمدلين ديل مية قال النبي نومك قولي أي أتي يعني واقع أتي تو والإنشان على النهر أتي تو أن والمرسي على النهر وبقو كرشي لي مرسي حافته جانبه جانب النهر وبيقول لهم دينا نا غباب اللؤلؤ جوهرتي غبيال شيء مجوفا عليك الى جوفي وا اوتي يعني اوتيت على نهر وبكر شيء لي مرسي حافتا وحافت النهر وبيقول لهم دينا اي جانبا ولم دينا نا غباب اللؤلؤ جوهرتي تن ديال شيء خيمه ومانا جوهرتي تيميا تن ديال شيء تن ديال او جوهر غسمي وبيقول لي ديال شيء كيالام مجوفاً هال غدلن ولي قل قلن ولي فقلت أن ميكو قولي ما هذا كان مي هذا يا جبريل قال جبريل مري هذا وبقن كان الكوثر وبقن كوثر لرأينا أعدينا كالكوثر إلهي رأيه أنا عائشة رضي الله تعالى نا والهال قد سيلت هي عائشة لسؤالي عن قولي قولي الله تعالى إلهي قول شيء لسؤالي ناونا أعدينا سيني كاذك سيني محمد الكوثر وبقن كوثر لرأي كسيني قالت عائشة ميكو قولي نهرون وبواي أعطي الله سيئه نهرقاس نبيكم صلى الله عليه وسلم نبيكم لسيئه وردي شادئاه شادئ النهر وبقل لمدس قويال شيء لمدس قو شادئاه شادئ النهر وبقل قو شيء مجوو درون جوهريهات مجوف لجوفي شادئاه شادئ النهر وبقل لمدس قو يأي جانباه جانب النهر وبقل لمدس قو درون جوهري تيادلي تيندي ليو درن جوهر يهاتي مجوف لجوفي آنيته عدد آنيته آنية النهر أما كوثري عدد آنيته آنية الكوثر وبو كوثر رو ويلي الشيء ترديو كعدد النجوم هدق يالا ترديو أوكل يلمدين واي عن أبي كعب الله أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه سين بدين كوب يالك هدق ترديو لمدين عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال أبي ميكو قال سألت رسول الله سؤال صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين لما ذي معوذتين يا سؤالي فقال النبي أبي ميكو قال قال جبريل ميكو قال قيل لي أن ميلي إنغري أنهما لمداس من القرآن يكمي دين الإنجري فقلت أنين ميكو قولي أنهما لمداس من القرآن يكمي دين فنحن نون نقول ميكو قولان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي رسول شيء سيكو قولي أوكلا مقادير جران ولا لقدره مانا سألت رسول الله يسؤالي عن المعوذتين برب الفلق برب الناس لمداس صور معوذتين لرو يعني يسؤالي أقيل من القرآن قرآن كمي دينا يسؤالي فقال النبي نومي كقولي
قال جبريل اي يعني قال جبريل فقال النبي نو ميكو قولي قال جبريل جبريل ميكو قولي قال جبريل ميل قدر قال جبريل جبريل ميكو قولي قيل لي ان ميلي انغري انهما ان المعوذتين من القران يكون ميدين انغري سالي انغري همانا قلت انين ميكو قولي كما قال جبريل جبريل سيدي كوغولي او كلا كوغولي قلت نبغى لك فقلت انين ما كوغولي كما قال جبريل سيدي كوغولي او كلا انهما من القران ياري مس فقلت ما كوغولي انهما من القران يا كوغولي فنحن نون نقول ما كوغولي اصابتين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رسول شي سيدي كوغولي انهما من القران تي نون ساسا كوغولي بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فضائل القران قران كفضائل شيء كتاب شيء هذا محله ومبعثه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ابي هريره ما قال النبي نو ما قال ما من الانبياء نبيالكم كمثان نبي نبمكم مثان الا وعدي هو نبغى سوالسي ما شيء يلسي مثله مثل ما ما قس مثل شيء امن البشر بنو ادم كرما ين عليه علامه ما كل شيء ما ين ما من الانبياء نبيالك نبي نبو مكمدان الا وديا النبي نبو ورسي ما شيء مثله مثل ما ما مثل شيء بامن رماي البشر بنو ادم رماي عليه لاجله اجل ما ما قدرات رماي وانما كان الذي كيمي هذا يوتيت ان ليسي هو الذي ليسي نبا كستب ما هي معجزه لسياي ان ولا ليسي كان كوين ما هذا وحي وحي هذه وحي غاسو وحا وحيوده وحي الله تعالى اله وحيوده وإنما كان الذي كي أوتيت لسي الذي لسي وحيا هذا وحيك سوء الله تعالى إله وحيك إلي إن وحي هذا فأرجو أن ميت رجعي أن أكون أنا إن هذا أكثرهم أكثر الأنبياء أنبي ذكان كبضن إن هذا يرجعي تابعين من تابعين رهو كيشه أي أمة من أمة كبضن هذا يوم القيامة في يوم القيامة مدلن كبضن إن هذا رجعي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الله تعالى إلهي تابع هو إلهي هريري على رسوله رسول الله إلهي رسول شيء كرشي كهريري الوحي وحي كهريري قبل وفاته قبل قرب وفاته وفاة النبي نبوك أفسي شيء سلوان شديد هرتيا نبوك أفسي مركي هدواتي حتى توفى الله إلهي كاملو هو النبي نبوك أن كاملو أكثر ما شيء كان كبضن كان الوحي وجد الوحي وحي الهلي كان كبضن حتى يعني واكساس أن الله تعالى تابع هريري على رسوله كهريري الوحي قبل وفاتي قبل قرب وفاتي وفاتي النبي نبو أفسي شيء سلو عن شديد ورتي حتى توفى الله إلهي انتين كتام ولو هو النبي نبو ان كتام ولو أكثر ما شيء كان كبضن كان الوحي وجد الوحي وحي قال لهري ثم توفي رسول الله يالله أفسدي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مركز بعد يالله أفسدي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال عمر ميكو قولي سمعت ديغي هشام بن حكيم من هشام بن حكيم يديغي يقرأ هال هشام أخرجه سورة الفرقان أخرجه في حيات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول شيء نولوليس فاستا يعني واكساس فاستمتعت فاستمعت دقوس لقراءته قراءة هشام هشام أخرج سنتيس دقوس فإذا هو هشام كواب يقرأ أخرجه على حروف على لغات لغيا ليك أخرج لغات كسو كثيرة فربضا لغات كسو لم يقري إن ميرين ني أن إن كميرين لغات كاس رسول الله إن كميرين صلى الله عليه وسلم فكدت ان ميسجي اصاور اني انا كبودو سجي لي عمر هو هشام كسي قرات يراد اخري هيو كين كراه كبودو سجي في صلاه دي سو صلاه دك ناجر كبود فتصبرت فتكلفت بالصبر صبر اس كلفي اسر فتصبرت الصبر سي اي فتكلفت بالصبر صبر اس كلفي حتى سلم النبي نبغ حتى سلم هو هشام الى سلام نقصد مركي سلام نقصد بودي فلبت كليتي غوبدي اي هو هشام كيا كليت كو قبدي بريدا اي غرب سار شيا كليت كو قبدي واي فقلت ما كو غولاي ما نقراك اي كين ميري هذه السوره سوره انت اي كين ميري التي سوره لا سو سميت ان دغي كاد كدغي تقراو حال اخرياس سوره ان هذا اخرياس اي كين ميري سدو قال هشام اي كو غولاي اكرام اي ميري ان ها سوره رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ميري فقلت ما كو غولاي كذبت بين اجدي ما يوري فين عمر لد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر رسولك ميري إني أنا ميري ها سورة على غير ما قرأت
ولا داخلي غير شيء إنك ميري سال شعاعي تغير شيء رسول إنكميري ماي رسولك ساسمك إنكميري نو ده عمل شعاعي تو فندلكت ولا تبي ياري مصاحبان حال أن الله صاحب شن بي بي هشام هشام كيا كليتو قبل جيدة يودي أقول حالا إنكام يا هو هشام إلى رسول الله إنكام يا صلى الله عليه وسلم فقلت ميكو قرا إني أنا سمعت لك مركي رسولك سأني ميري إني أنا سمعت هذا رجلك هذا يقرأ وعلى خريه بسورة الفرقان يقرأ وعلى حروف على لغات يقرأ لم تقري أنت رسول الله أميرني ني أنا إنكميرين ها حروف تي هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول شمي قرا أرسل دربورت هو هشام دب إقرأ يا إكس هشام هشام ودين أخري سين أخري أصدقانيه فقرأ هو هشام أخري عليه للنبي القراءة كأخري التي قراءة سو سميت ديغي هو هشام يقرأ حال أخري وبها بالقراءة أخري وديغي كأخري سيدي هودين كديغي كرسول كرشي كأخري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول جميع كذلك كما قرأ سو سن أخري يا أنزل ذي سورة الهندجيه فما قال النبي نومك قول إقرأ أخري يا عمر وعمر عمر ودين أخري فقرأت أخري أنين القراءة أخري التي قراءة سو أخرى ميريين ينين ميريين بياب القراءة رسول الله إنميري صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إنميري كذلك كما قرأت صلى الله عليه وسلم أنزل ذي سورة الهندجيه إن هذا القرآن قرآن كن كان أنزل والدجي على سبعة حروف على سبعة لغات تغبلوغي لك دجيه فقرأوا أخريا ما تيسر والفضة أذمينه من الحروف حروف تس والاستفادة سيئن نقض أخريا ومعنى فقرأوا أخريا ما تيسر والفضة أذمينه من القرآن أما منه من الحروف أعرف تاس والسين لفظ ذات كأخي الرسول ما يكن إكن إنسك خلافته عن فاطمة رضي الله تعالى عنها قالت فاطمة ما يكو قولي سر النبي نبغى سرعي سدي إلهي أنت كأين سرعي سدي صلى الله عليه وسلم أن جبريل جبريل كان جبريل إن هذا يعارض بندكاي نيان إن بندكاي بالقرآن قرآن كإن بندكاي جبريل إلى سرعي سدي أن جبريل رمانا ما يبنت فاطمة أسر النبي لي أن إلهي أنت كأين سرعي سدي أن جبريل جبريل كان جبريل ما هذا يعارض كبندكاي نيان بالقرآن يا إيم بنيكاي كل سنة في كل سنة سنة كثيم بنيكاي وإنه إن جبريل جبريل عار الله بنيكاي ني أني إيم ميري العام في العام سنة كن كنع مرتين لما توك إيم ميري واي ولا أرى ولا أظن من ملايا هو جبريل أي من ملايا إلا حضر إني حضر أجلي أجلي إني كوجلي من ملايا ولا أرى ولا أظن من ملايا هو العرلب بندكوا كاسن قران كلام تاكلين بندك من ملايو إلا حضرة إن حضرة أجلي أجلي حضرة ما بندكوا كن قران كلام تاكلين بندكاي أملي جب جب أتا أجلي لهذه تيان ملايوان أنا قتي ما أنا أنا من مسعود رضي الله تعالى عنه قال ابن مسعود كي قولي والله كنار ذي لقد أخذت قاد ذي من في رسول الله من فمي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول شافشيك قاد ذي بالله عن وسبعين طلبات من دور سورة من سورة هكو قاضي هكو حفظي واي آهي عبد الله بن مسعود هذا الله طلبات دور قرآن كه يا رسول كفشيه كو قاضي لن كالين كاخري وعنه عن ابن مسعود رضي الله تعالى وأنه أن ابن مسعود كان ابن مسعود ما هذا بحمسة ما قال هذا حمسة لأروي الروغي أو عراق ميلو كيال فقرأ آخر يهما شامي ميروسي كيال حمسة فقرأ هو ابن مسعود آخر سورة يوسف سورة يوسف يا أخي بعد سورة يوسف مانا سورة يوسف بعد شيء فقال الرجل رجلك بودي ميري ما هكذا ستن ما أنزلت هي سورة ملن دجين ما أنزلت السورة ملن دجين هكذا ستن ملن دجين قال عبد الله ميك قولي قرأت أخي يا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سكك أخي فقال ميك قولي أحسنت وناغ سميتي سيدي هدن أسيقي لي ولنكي لي سادل شيء بوسوب سكدر دره هؤلاء ولا الله إتي الله سما لغاقين من أنت جيني لهدن صوب بدي سليم فقال الرجل رجل كم يرى أحسنت وناغ سميتي ووجد هو عبد الله هلي منهم من الرجل رجل كساسن هذا الله يهي قرآن كسد من هدي جين الله يدن فايلة الله يك هلي ريح الخمر خمر الريح يك هلي لأنك هو بصدوك لو هذا الشير ما يكو شيرا يهي خمر ما يكو شيرا فقال ابن مسعود عبد الله بن مسعود ميري التجمع كل مياسي أن تكذب إني أن ب إني هذا بيدي ذو بكتاب الله إني بيني ذو وتشرب أن تأكل خمرة أكل مياس مياري أتجمع وأنت أكل مياسة أن تكذب إني بيني ذو بكتاب الله إلا والكساكين ما لا يما كتاب كله هي بيني ياسه وتشرب أن ما صدنا الخمرة أكل مياسه فالله ربا هو عبد الله قرا عيه رجلك الجلد جلد الخمر و جلد شرب الخمر و سي أفرتن جلد ما سيتن جلد يقرا عبوك دويو هاي ما أنا خمرت دمير خمرت بكونوا هاي تهم
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رجلا رجل يسمع رجل دي رجلا اهي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كل خمر مركي لانك دم او لغرباشاو اني اسقر دو خمر دغر اما لم قف مرخاته اني لنهلو حد غرا اي لي ميدي كورتيني مرخاته مركي دم وي دي لنهلي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رجلا سمع دي رجل كاسو يقرا واخريا قل هو الله احد اخريا يردد كن نغا ها قل هو الصلاه الاخلاص كن نغا فلما اصبح الرجل رجل كي مركي وبريسيا جاء الرجل رجل كي ولا ديغي الى رسول الله انسادي صلى الله عليه وسلم فذكره ورجل كي شاغي ذلك التكرار كنك نغو كاس قول له كنك نغا له للنبي شاغ لان كنت او كوب قول له كنك نغا ما يسري وكان الرجل رجل كي عالم يتقى يتقال يتقال اني يراسدي ها سوره يراسدي عالم وكان الرجل رجل كي هذا يتقال اني يراسدي ها سوره يراسدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رسول شيء منك قولي والله الذي يكدار ذي نفسي نفتي بيد يد الذي كانت اسم سوناتي يكدار ذي انها ان قل هو الله احد سورة ايه والمن يستن يرى يستو لتعدل هي سورة قلوا لما اليك هذا سثلث القرآن هو قرآن كسد ميرد ميرو لك هذا هذا معنى اخري ذي قلوا الله اخري ذي ما يلم ذا قرآن كسد ميرد ميرو هذا اخري ذي لم ذا توم ثلث هذا اخري ذي هاي ساسواي وأجل تعدل ما إليك هذا ثلث القرآن قرآن كثلثي يلك هذا سواي أجر سي أساس لونه وعنه عن نبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال أبو سعيد ما يقول قال النبي نعم يقول صلى الله عليه وسلم ليصاب يصاب النبي ما يقول أيعجز أحدكم كوكينك أعجز أن يقرأ الأحد وهذا أخي ثلث القرآن قرآن كثلث ميلو ميلو أخي كأعجز في ليلة ليلة ذو دهدي أخري فشق ذلك القول قول كساس النبي عليه ملا الصحابي أصحابتي كرشو نبيه وقالوا ميرن أينا أنك أبا يضيق هو أيق أود ذلك كاس أوده كاس أوده مي يا رسول الله فقال النبي نومك قال الله الواحد الصمد يا ثلث القرآن قل له لهم الله إلهي الواحد شريد سا الصمد مرتل كوكس دوا ما نقول هو الله واحد الله الصمد سورة إلهي يا ثلث القرآن قرآن سيد ميلود ميلو أي واي أنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي نومه هذه إذا آوى النبي نبوك هذه الدمم إلى فراشه فراش النبي نبوك قلس دمم كل ليلة في كل ليلة ليلك استجمع النبي نبوك كل مياه كفي كفي النبي نبوك لم يزغن هذا كل مياه ثم نفث النبي نبوك تفاي فيه ما في الكفين لما غن هذا كتفاي قرآن كأخرية كتفاي فقرأ أخرية فيه ما في يعني كفين لما غن هذا كأخرية قل هو الله وحد إيو وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس كأخرية ثم يمسح النبي نبوه مسحى بهما يمسح النبي بهما بالكفين يا ابن صحيح ما استطاع وليأوذ من جسدي جسد النبي جرشي وليأوذ صدق ما صحيح يبدأ النبي بالله بهما بمسحه ما لم يصح مسحوشه على رأسي رأس النبي يكن بالله ووجهه وعلى وجهه وما وك بالله أقبله وما قابله من جسدي جسد النبي نبي جرشي وليقابل سن يك بالله يفعل النبي فلا ذلك المسح مسح قاسي قراءة بفلاي ثلاث مرات مريال سد فلاي anu sayidin saas gura lama akhri sada markali jifdo sadida sal akhriya ganyal ko tofada bedeng lo meli dira sala mariyaw sonada saaso saas ga jifdo si sharul jin wal insi yo na sharul hasad ilaikin ko bedbadi anu sayid bin hudayrin radiyallahu ta'ala anu gala usayid may ko gole beena waqtu huwa usayid bin hudayr bi yaqra wa akhriya min al-layl yamin ka surat al-baqara ti akhriya wa farasu farasu sayid usayid farasi ina marbutatun tilihri ata inda usayid usayid bin hudayr akdis lakiri doqtaga sa jalat bod bodi الفرس وفرس كي بود بودي وا فرس كي ميل كير ناي بود بودي وا جالت وريك دي هن الفرس وفرس كي بود دي وريك دي بود بودي وا فك فسكت هو وسيد عام وسي فكتا فك سكنت هي ذابدي فلسطين حصلي فقرا هو وسيد هذا اخري فجالت الفرس وفرس كي بود بودي فسكت عام وسي وسكت الفرس وفرس كي عام وسي سون وسكنت الفرس وفرس كي حصلي ثم قرا سيد ما يقريها القران فجالت ورق دي الفرس فرس كي ورق دي فانصرف هو قدومي يعني صلاتي با سيد قدومي ما يولى انه غوبالي سوغي بان وبسدي وكان ابن سيد اسد انك شي يحيى قريبا كي دو يهادي منها من الفرس فرس كان دو امه نكو كبوت بودسي فرس تن بيسري فاشفق هو اسد يعني درفي فاشفق هو اسد ابسدي ان تصيب هي فرس تصيبته هو أيحيى ريشة يحيى سيبتوك أبصديه فلما جتر هو أسيد مركيها جيري هو يحيى ريشة يحيى جيري فرسك أكو نيري
يرفع سيد رأسه مدش إلى السماء كرور حتى ما يراه هو أسيد غرغان ها آه يعني واقع الصحابة صحابة غرغان فلما أصبح مركيوا بريستي يعني واساسوا فلما جتر مركيها جيدي هو يحيى جيدي يرفع رأسه مدش إلى السماء كرور هذا مرجعه يعني صحاب أو كلا رجع صحاب كي ولا قرآن كي ساقيا صحاب هدك ديار رجع سكينة ده هدك ده سكينة ده سار رجع حتى هو بصدم في القرآن بتي ما نه آهي فلما جتر مركيا جيدا يحيى رفع كرو إلى سو إلى سماع تما يرى غرغان ها صحاب صحاب كي أو سكينة دي غرغان فلما أصبح سيد مركي وابر يسيد حدثه سيد النبي أن شيخ صلى الله عليه وسلم حال دي سان شيخ فقال النبي له لأسيد من غير إغراء أخي ابن حضير أسيد بن حضير وأخي ذوكي فيلا هيتو مانا ما أسدو والما أخي حتى أخي ميو أخي ذو وديد أخي سنتو وديد إغراء أخي ابن حضير حضير ونوكي سيو أخي مانا أخي ذو فيلا هيتو قال أسيد ميكو قولي فاش فاكتو أبسد يا رسول الله يو أنت باهي فرستا سيني كسرنتو يحيى ريك يحيى كسرنتو سين بود بودا سي أريك وكسرنتو كبسد وكان هو يحيى هذه قريبا كين روا هذه منها من الفرسيان روايه فرفعت راسي مدي كرويلي فانصرفت قدومي لي الى يحيى يحيى قدومي فرفعت كرويلي راسي مدي الى السماء فاذا مثل ظلتي فاذا اسمركي مثل ظلتي السحاب اوكل يهي كذيدي فاذا اسمركي ما هي كذيدي مثل ظلتي السحاب اوكل فيها في الظلتي السحاب ظل هذه امثال المصابيح كامثال المصابيح فانوسيال ولا مده انك سونا ده مثل يالشه فانوسيال مثل يالشه كسونا ده فخرجت يعني واكي هي صحابة دي بطي فخرجت هي صحابة دي بطي حتى لا أران أرغان ها صحابة أرغان قال أسيدون أسيد ميكو قولي وتدري أو تدري قال النبي ده قال النبي نو ميكو قولي وتدري أو تدري أنت يا أسيد كساسة ماذا ككاس وليي كساسة قلت أن ميكو قولي لا ميا مكساو قال النبي نو ميكو قولي تلك تاس أدارك دي صحابك إيه الملائكة ملائك إلهي واي دند هي ملائك دندواتي لصوتك لسماع صوتك صوتك دون شيء دندواتي صوتك هاي قرآن قد أخياس سفيل نقول حياس دون سلاسهم ولو قرأت هذا خريفة دي انت واكو كبريو لا أصبحت الملائكة ملائك ده هذا فدي ينظر الناس وتدك في رياء إليها إلى الملائكة لا تتوارى هي ملائك دين أسترمان منه من الناس وسترمانه هو انت واكو بريو خريفة دي ملدات كنو عرق فدينو سكينة ملائك ده سوي أنا أبي يريد فضيلة القرآن له ملائك دي لائن هذا الرسل له نقول سلاس له أنا أبي يريد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك ميكو قولي لا حسد لا غبنة مجر سشمهان إلا فثنة تيني لم قفل إلا مجر ذي رجل إلا مجر ذي رجلك أسوع علم الله إلهي رجلك القرآن بريفه ورجلك يطلو أخيه قرآنك أنا أليل أمينك ساعاتي وأنا أنهاري ما أنت ساعاتي أخيه فسمع ميديه جابر له أو فسمع جارون فسمع ديجي هو أسامي هاي الجارية كي قرآن كأخرياء ديجي جارون كو درس له الله للجاري كان قرآن كأخرياء يونا درس له ديجي أمين كلا صلاة الليل كل جهر أيو أخرياء وديجي فقال الجارو درس كمل لي لي تنيش لا يتدا يو أوتي تليس يو فيلا هاي تمس لما أجي أكل أوتي على سيء فلان ونلس أكل ليس يو فيلا يسكو غوري فعملت رهدانين عمل فلفذ المثل ما يعمل فلان هبلا ولا عمل فلان ينعمل فلفذ ورجل واي كان لما عندما جرى رجل كاسوات الله ولا رجل كمال مال حلال سيف ورجل ينفق نفقه هو المال في الحق حقك نفقه يوم ما في الحق كان نفقه يا يو في الخير يلن لجد خيرك بيوم ما فقال رجل رجلكم يا ليتني شلايت يا اوتيت ليس يا فيلايت مثل ما اوتي وللسي اوكل فلان ولسي اوكل سير ففعلت ففعلت انين فلفظ مثل ما يفعل فلان هبلو ولا سما يا خيرك كديبا مالك يعني انك ديبا فدي لانك اسسون يعني واك لما داس ليله ثمانيه قران الى لان كير زاغي علم كير زاغي الا مال حلال من خيرك بيو لما داس لما جرد كور والكل لما جرد الدنيا مجران عن عثمان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي نو مي كور خيركم سين كان سين خير بدن من واي تعلم هو من كبر القران قران كبر وعلم هو من كبره والقران بري خيركم من واي تعلم هو من كبر ذي القرآن بردي وعلم بره والقرآن وعن عثمان رضي الله تعالى عنه في رواية قال عثمان ميكو قولي قال النبي نو ميكو قولي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم إسين كان سين فالبضن من واي تعلم هو من كبر ذي القرآن بردي وعلم هو من كبره والقرآن بره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة القرآن منه
لعن الله القرآن كسي برضه هذا دتك براو كاساس في فضل بدن سين خير بدن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك ما يقول إنما مثل صاحب القرآن إنما إن كلمة هانه مثل صاحب القرآن القرآن كصاحب شيء مثل شيء كمثل صاحب الإبل كل صاحب شيء أو كل واي إبل أصو المعلقة للدودي المعلقة كمثل صاحب الإبل قال صاحب شيء أو كل واي المعلقة للدودي إن عاهد هو شخصك دفاج فاجضو عليها على الإبل إبل يده فاج فاجضو أمسك هاي سده هاي إبل هاي سده وينا وضلق هدي فرو ها إبل يده فرو نذهبت إبل التباس هاي هدي سفرو أم فاج فاجونين هران وماس قرآن كنساسو هدي بادن كنن نغانين عشر بياني مربون أخيان أنت أن علمك برضاو قرآن كنمارهد إنجر ودرت وسن اسكت درس مي تبايو هاي عن عبد الله كلكم ميل فضي لفاج فاجضو قرآن كصاحب شيء لصاحب لننك دو مركز تلاخريو لا شربي عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال عبد الله قال النبي نوما يقول بئس ما شيء باس لا هذه لحدي ما هذه الناس دتك كوشو باس لا هذه اي يقول لا حد كو قولوا نسيت المامي ايته كيت وكيت اي ذي بالله بالله المامي كو قولوا بل نسيه هو احد كل المان سوى والالمان سلا ده ما هنا المامي غرتو واستذكروا يعني اخر يوم طلب القران قران كمير يوم طلب واستذكروا حسوس طلب القران قران حسوس طلب اسسوسيه معنا قران واستذكروا حسوس طلب القران قران حسوس طلب ما ولي فانه ان القران قران كشد كي درن واي تفاصيل من تفاصيل فكشد من صدور الرجال كفكلاو من النعم من تفلت النعم قال فكشد سكدرني سي قال يو ان دوما ما درنا قران دوما شيو اي كلكم واستذكروا ميريو طلب اخريو طلب واستذكروا حسوس طلب القران قران كاسوسيا اخريا ما ولي فانه ان القران شد كي درن واي تفاصيل من تفاصيل فكشد من صدور الرجال كفكلاو من النعم من تفلت النعم نمولي فكشد يا كدرنيون عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي نومك قولي تعهدوا فاج فاجد القران قران فاج فاجد فوالله الذي يكرار ذي نفسي بيدك سنا تكرار ذي لو قران كشد كدرن واي تفاصيل من تفاصيل فكشد من الابل جيل كدرن في عنقها في علقها علق الابل في عقولها عقول الإبل إبل الدوت شيء كسكون صدام رماس قرآن كان رماو شيء كدرن واي قرآن كفاج فاج ذا لي رسول هل فاج فاج ذا هل آخر يوم هل دراسة يوم أي دون نيو أنا نسي بن مالك رضي الله دم بوين واي نقرآن أذبر تدن خدم أنا نسي بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه أن أنا سيس ويله هو أنا سؤالي كيف صدام كانت قراءة النبي نبو آخر سنتي سهاتي صلى الله عليه وسلم فقال أنا سمعك قول كانت قراءة النبي نبو آخر سنتي سهاتي مدن تيغو جيدو يهاتي مدن جيدو يهاتي ثم قرا انا سواخري بسم الله الرحمن الرحيم يمد جيده هو انس بسم الله يجيده واي ويمد جيده بالرحمن يجيده ويمد جيده بالرحيم يجيده جيده معنا سانخري يا رسول شيشل بي انا ابي موسى رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي نو ميكو قولي له لأبي موسى مهنغر يا أبا موسى أبا موسى لقد أوتيت والكسي مزمارا صوتا صوت يالكسي من مزامير آل داود من مزامير نفس داود نبي الله داود نفتس صوت يالشي هو ناكس وقال صوت لمدى الكسي صوت فإلا نون صوت فإلا صوت كسل الكسي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال عبد الله ميكو قول أن كاني أبي أوكي إمرأة بلا ما يدري عبد الله بن عمر كي إبادة بدناي امرأة صدات حسن شرف صاحبه يدري فكان أبي أوكي يتعهد فاج فاجضاي كنته كنت أبي أوكي بلا ما يتريشي قبل يفاج فاجضاي كنت ما يلري بلا ما يتريك قبل تاسا أي زوجة ابنه كوراكين قبل ذي ورق شيء زوجي دي سفاج فاجضاي لوري صدايه ريتيه وسيتاراي فيسأل أبي سؤالي ها كنت أسأل سؤالي عن بعلها عن شأن بعلها بلا ما يتهرتشي هرتقاسي يعني شيء ورصدايه فتقول يا نمر راس نعم الرجل وان يعمل من رجل ان يعمل رجل كاسو لم يضع ان دررنا لنا ان حال سونا دي فراشن غوغلان كدرر ولم يطف يفتش فتشنا لنا ان حال سونا دي كان فان سترا استر كان فتشنا ولي حسن كجر فتشنا يعني كنايه عن ذهاب النكا لي ما انا جماع لي هن دو هذا غلنتو سن انغليان لنكا صف نعمل له سيرت ما فيسأل يعني واكي مثلا منذ وقت الله كبلا وارتي اتينا انساني هو رجل انساني رجل في الوار هذا فراش كان ما كدوا هذا يو من فتشاتي فلما طال مركد ذلك القول دير عليه على امر
عمر كي أو كي أمر كي كرشيس أسكنير تذكره هو عمر شاقي ذلك الأمر أمر كاسا شاقي للنبي أنه قنت بلا ميتو كدري وان كو وضايتو للنبي أن شاقي فقال النبي نومي كقولي ألقي لكل مني أني لكل مي بي بالابني أنه قي لكل مي فلقيت لكل مي هو النبي لكل مي بعد ذلك